نوصيكم يا أحبابنا بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعة والمبرات وذكر الله، فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي يقول: إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء.